قال أترضون، لأنه يأتي في الحديث هذا فيه شيء من الترغيب وفيه شيء ما يبعث على الأمل، لكن الذي يليه الشأن في الذي يليه. ونحن ننظر إلى النصوص مجتمعة، أنتم شطر أهل الجنة، لكن كم أهل الجنة من الخلق؟ أهل الجنة واحد، يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد من كل ألف واحد. فهذا يبعث على الأمل وهذا يبعث على الخوف، وجاءت النصوص بهذا وهذا. ففي النصوص ما يبعث على الأمل ويجعل الإنسان يطمئن باله ويرتاح، والأمل الذي لا يبعث على العمل هذا أمن من مكر الله، لا يجوز. كما أن الخوف الذي لا يبعث على العمل قنوط ويأس من رحمة الله، لا يجوز أيضا. لا بد أن تقترن حياة المسلم بالخوف والرجاء. لكن ما معنى الخوف؟ الخوف الذي يحدك على العمل، إذا خفت تسعى لخلاصك من هذا المخوف، إذا أملت تفعل ليتحقق لك هذا المأمول المرجو. إني لا أرجو أن تكون مصفى الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة. ما لك علاقة، أنت خلالت بالدين تخلف هذا الشرط ما مفعلت، ولو كنت من أمة محمد من أمة الدعوة، ما لم تكن من أمة الإجابة ومحقق لما أجبت له. لا يدخل إلا نفس مسلمة، وما أنت في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. نعم، تيئيس من رحمة الله ما هو واحد، كما أن الأمن من مكر الله أيضا ليس بواحد. هذا محظور، ومن يقنط من رحمة ربه إلا. نعم، الأمر عظيم، لأن يعني كون الإنسان يقنط من رحمة الله أو يقنط الناس ويأيسهم، إذا قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو أهلكهم. ها؟ كلا كلا، هو أهلكهم يعني سعى في هلاكهم لأنه قنطهم من رحمة الله، أو هو أشدهم هلاكا. ثم قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني أخي عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يدعى يوم القيامة فتراءى ذريته، يدعى يوم القيامة يا آدم، يدعى أبو البشر أول من يدعى ينادى، فالناس يتراءون كأنه بيشوف، تطاولون ويتراءون أبو البشر. فتراءى له ذريته فيقال هذا أبوكم آدم، فيقول لبيك وسعديك. يعني كلام متسق ولا في حذف؟ فيقال هذا أبوكم آدم، هذا خطاب لهؤلاء الذرية. ثم اتجه الخطاب إلى آدم فيقال له يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث جهنم من ذريتك، فيقول يا رب كم نسبتهم؟ قال أخرج من كل 199، من كل 199. حال السلف، بل بعضهم صرح أنه لو يقال من كل الناس في الجنة إلا واحد جزمت أنه أنا هالواحد، مع علمهم وعملهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لكن الآن التفريط مع الأمن، لو يقال لأهل الأرض كلهم في النار إلا واحد كان خلاص بعض الناس ينام قلبه على كراسي، يجزم أنه مع سوء العمل. يعني لو هنا شيء يبيض الوجه كان قال له وجه. فبون شاسع بين حال الناس اليوم مع بعد العهد وبين حال السلف. الأمة لا تخلو من الأخيار، لا تخلو من الأخيار، فيها أخيار، فيها علماء، فيها عباد، فيها زهاد.
لكن عامة الناس عندهم تفريط، تفريط عظيم، عندهم أمن، كان عندهم ضمانات، يعني مع سوء العمل أمن من مكر الله. ولذا تجدون هذه القوارع وهذه النذر والمثلات حلت قريبا من دارنا ولا حركنا ساكن، أحاطت بنا الأعداء وأحدقت بنا من كل جانب ولا كان شيء يعنينا، ما تغير شيء من وضعنا إلا ما نكون أسوأ كما هو الحال. وأمة تخرج من بلادها بقضها وقضيضها وتعود أسوأ مما كانت عليه. يعني هل نحن عقول؟ ليس هناك عقول. وأبلغ من هذا قوله جل وعلا عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا، لا محالة. وما تغني الآيات والنذر، إذا أراد الله شيء يسر أسباب، وإلا مر بنا فتن ومحن. يعني لو الناس لزموا عباد الله عز وجل طول بقية العمر ما هو كثير، يعني مفترض من 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 وجود مثل هذه الفتن التي أحدقت بنا وأجلب علينا العدو بقضه وقضيضه، عازم على إنهاء ما يقلقه وانتشار الدين وقوة شوكة المسلمين. يعني لو قلت نسبة المنكرات على أقل الأحوال كنا الأمة فيها خير إن شاء الله، فيها رجاء. هم رجع، لكن العكس الحاصل، العكس، زادت المنكرات ودعمت المنكرات وحصلت الأثر على الدين وأهله، والمثلات تحل قريبا من ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبإخواننا المسلمين في كل مكان. فقالوا: يا رسول الله، إذا أخذ منا من كل 199 فماذا يبقى؟ قال: إن أمتي في الأم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود لكم ومع ذلكم ومع هذه النصوص التي تبعث على الأمل وتسر القلب، إلا أن الإنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه. يعني ما شك أن النصوص العامة يدخل فيها، لكن دخوله قطعي، ما هو قطعي، ينحرف يمين ولا يسار عن نصوص الوحيين يكون على خطر عظيم. ابن القيم رحمه الله تعالى يعرف بالعلم والعمل، يقول: والله ما خوف الذنوب، وإنها لعلى سبيل العفو والغفران، الذنوب تغفر تحت المشيئة الذنوب، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. إذا ما حكمت القرآن على نفسك وش عندك من الدين؟ تسمع الله جل وعلا يقول كذا ولا لا سمع ولا طاعة، سواء كان بفعلك أو بقولك؟ فالإنسان أن يحرص في نجاة نفسه. وكون الأمة أكثر أهل الجنة أو نسبتها بالنسبة للكفار كلا شيء كالشعرة السوداء، هذا لا يعني أنك ضمنت لك النجاة بمفردك. نعم، هذه فضيلة ومزية للأمة وتشريفا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني أنه ضمان لك على سبيل الخصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.